برا يقول يوم راعي يا مرك الرجال هو طالع بالسطح يتمشى، ولكن اللي قاله رجال معه زوجته بعد يتمشى به، ولكن يحب حب جمع. قال انا وش بلا انا مضيع يعني ثاني مضيع يعني زوجتي ما احبها الحب انا مضيع انا لا ما احب مثل حب الرجال. هو يرجع يوم مريت ويقوم يشلخبه ها الحب مع راسه ومع جبهته، يقول هو يتمسك وقال تنشتك بالله اهلنا بهم خلافه. الله يعطيك العافيه ضيف الله. تفضل ابو حط سالفته. واحد يسمع ان هالعالم يقول يحطون لك بريدين، بريد سكر بريد بدون سكر، يقول يا قال صب يا صرت خطيب، صب قال صب لي من الماء ابو سكر، معناته ان الرجال ابو سكر لا تجوزه يعني ابو سكر. يقول هو سامع هالسالفه يقول جاهم قالوا انه صب لك من السكر ولا ما ابو سكر؟ قال لا صب لي من ابو سكر، يعني ما في سكر ابو سكر. خمس صبوا له يقول ذاك وقال لا هذا زود حلاوه، يقول هو زود حلاوه. هو يقوم صبر له المهم شرب له ثلاث كاساي، يوم شرب له ثلاث كاساي هو تلفت يوم غدا شوفه يا مربوط انت بكرامه حمار ومربوط بشنق البيت، قال من هو ما شاء الله هالفكسار. طال عمرك لي والله الحمد خطبه مرك قال خلك تفهم معه، انا اعطيته رقمك تدق عليك عقب المغرب يا مرة، أنا عند أخوي بهذا جالسين بهذا ولا علمت أنا أنك تبتدق علي، يوم رأيت يوم جانا دق الرقم يا والله رقم بدون اسم، وأنا أخذ وأنا أروح لمكان العاد البعيد خلنا نرد عليه مركة الديان يطلب فلوس. هل موسى أنزل وين أنت وينك ما فايت خانة، قال لي والله أني جيت من خاطري وصف، قلت لي أبيات قلت يا هاتفي ما يدق كود دياني ما دق كل نقش بكفوف فالحنة اللي كلامه يسلي كل زعلاني، ما هو اللي يحرف كلامه لاجل يزعلنا، اللي كلامه لطيف اسبوع ما جاني ما ادري تغلى علينا ما يكلمنا، حبه بذر بذرته واليوم بستاني متخيله في ضميري منه ومنا، ما التفت خل شوفك لا يتعداني، اما نعدلك ولا انك تعدلنا ويا زاني خذني معك يوم زين وصل الصلاه. صح لسانك الله يعطيك العافيه ابو ابراهيم.